مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. مستمرون معا في متابعة آخر التطورات الميدانية والسياسية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها لن تقف صامتة إزاء المعاناة في قطاع غزة، معربة عن قلقها الشديد بشأن الوضع الإنساني المتدهور. وخلال لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أبلغته أن الوقت حان بالفعل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكد في الجانب الآخر نتنياهو أنه ماض في عدوانه على قطاع غزة. كذلك في المقابل انتقدت الحكومة الإسرائيلية دعوات هاريس لوقف إطلاق النار في القطاع. وفي غزة أطلق الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي. وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه سينفذ ضربات قوية ضد حماس وعناصرها والبنية التحتية في المنطقة. أيضا قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألف شخص فلسطيني اضطروا للنزوح والانتقال خلال 4 أيام فقط من القتال العنيف حول خان يونس في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث ورهائن من المنطقة. لمزيد من المتابعة في هذا المشهد الفلسطيني اليوم نرحب بالدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك زحمة. أهلا بك كل المشاهدين. نشير أيضا لمشاهدينا إلى أن عملية بيت اللاهية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة، والتي شملت استهداف مجموعة من المدارس التي تؤوي آلاف النازحين، وصل عدد الضحايا إلى نحو 60 شخصا حتى اللحظة بخلاف عشرات المصابين. نتابع التطورات من خلال هذا التقرير ثم نعود. في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان الغاشم على قطاع غزة، أظهرت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس مؤشرات تفيد عن تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه الحرب في قطاع غزة. هاريس كشفت أنها مارست ضغوطا على نتنياهو بشأن الوضع المأساوي في قطاع غزة المدمر والمحاصر، قائلة أنها أعربت لنتنياهو عن قلقها الكبير حيال حجم المعاناة البشرية في غزة، بما في ذلك استشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء. وبعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت هاريس أنها لن تصمت حسب قولها إزاء معاناة المدنيين في القطاع، مشددة على ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدون إبطاء. في غضون ذلك أعلن مصدر مصري رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي في روما غدا يشارك فيه مسؤولون من مصر والولايات المتحدة وقطر وبحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية. ويأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال المصدر المصري رفيع المستوى أيضا إن مصر أكدت تمسكها بضرورة التوصل لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وكان قادة استراليا ونيوزيلندا وكندا قد دعوا في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات على أرجاء غزة لاستمرار لمعالجة الوضع الإنساني. We'll be right back.
إذن كما تابعنا هذه التطورات الميدانية والسياسية. دكتور أحمد، أولا نسأل حضرتك عن آخر هذه التطورات الميدانية وتفسيرا لتوجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هو دائما يصدر أوامر ويطلق منشورات على السكان من أجل دفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى، ومن ثم يعيد استهدافهم ويعيد قصفهم. تفسير حضرتك لما حدث اليوم مثلا من استهداف مجمع مدارس يسمى مدارس خديجة ومجمع الصالح الذي يأوي مجموعة من النازحين، ومن ثم سقوط عشرات الشهداء والضحايا والمصابين. طبعا أستاذ أحمد، هذه المجزرة الجديدة تأتي في سياق سلسلة المجازر المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر. إسرائيل تتذرع بأن هناك ما تعتبرهم مسلحين من الفصائل الفلسطينية لتبرر هذا القتل الجماعي والإبادة الجماعية حقيقة، لأن هناك مخطط خبيث منذ البداية يعني كشفت عنه حتى وعرضته مصر حقيقة، وهو أن هناك استراتيجية الجحيم، بمعنى تحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه من خلال دفع الفلسطينيين دفعا نحو التهجير القصر عبر أمرين: إما القصف الشامل والدمار الكامل، وإما سياسة التجويع وسياسة الحصار ومنع الغذاء والدواء. إسرائيل لم تترك هدفا فوق الأرض وتحت الأرض إلا وقصفته ودمرته، هي استهدفت البشر والحجر والشجر وكل شيء في إطار كسر صمود الشعب الفلسطيني حقيقة ودفعه إلى التهجير قسرا. وكلما زاد الشعب الفلسطيني تمسكه بالأرض وبأماكنه، كلما جن جنون حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل للأسف مع الشعب الفلسطيني كأنه قطع شطرنج، يعني تقوم بدفعهم إلى النزوح من مكان لآخر. يعني وفقا للأمم المتحدة يعني أرقام رسمية، 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا من أماكنهم أكثر من مرة، وهناك من يعني كما على مدار الأحداث من تم يعني تهجيرهم من الشمال ثم الوسط ثم إلى الجنوب ثم الأقصى الجنوب وإلى الشرق، وإسرائيل تتعامل معهم كقطع شطرنج للأسف الشديد. أنا في اعتقادي أن جزء من هذه المجازر يتحملها بالشكل الأساسي المجتمع الدولي والمجتمع الغربي وبالتحديد الجانب الأمريكي. عندما يصفق الكونجرس الأمريكي 81 مرة في أقل من 52 دقيقة بمعدل مرة كل 41 ثانية لنتنياهو، ماذا يعني هذا؟ يعني إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تقوم بسياسة القتل الجماعي والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، لأنها لا تكترث بقانون دولي ولا بالقرارات الدولية ولا بالانتقادات الدولية ولا بالغضب الدولي، طالما أن هناك جهة توفر لها الحماية وتوفر لها التبرير بل تدعمها وتحميها في المنظمات الدولية وتقدم لها الدعم العسكري. بالطبع المجزرة الأخيرة هي جزء من المجازر التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين من النساء والأطفال، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، بل بالعكس الجيش الاحتلال هو يمعن في القتل، يمعن تحت ذريعة أنه يواجه الفصائل، وهو على مدار 10 أشهر فشل في تحقيق أهدافه سواء في تحرير الأسرى أو في القضاء على المقاومة الفلسطينية أو الصمود الفلسطيني. وبالتالي المجزرة للأسف هي نتيجة لهذا التراخي وهذا الصمت وهذا التجاهل، بل التشجيع من الجانب الغربي وعلى رأسه الجانب الأمريكي. لكن دائما ما تكرر الإدارة الأمريكية الحالية رغبتها في الإسراع بوقف إطلاق النار وتخفيض عدد الضحايا من المدنيين وهكذا، من تصريحات وآخرها تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس أثناء لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. بما تفسر صدور هذا التصريح في هذا التوقيت، وهل له أهداف أو أبعاد انتخابية في المقام الأول؟ بالفعل يعني هناك الآن يعني منافسة أو مزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس الأمريكي، وكل منهما يزايد يعني يخاطب فئات معينة من الناخبين الأمريكيين. كمال هاريس يعني أرادت أن تمسك العصا من المنتصف وأن تبدو أنها موقف متوازن، هي من ناحية تعلن دعمها الأمن إسرائيل ودعمها لإسرائيل ووقوفها لجانب إسرائيل، وفي ذات الوقت يعني تتكلم عن ضرورة إنهاء الحرب ويعني فكرة المعاناة الإنسانية والجانب الإنساني. طبعا ليه تخاطب الاتجاه اليساري داخل الحزب الديمقراطي، تخاطب الأقليات من العرب والمسلمين لاعتبارات انتخابية وتظهر يعني، وبالتالي هي كلها مواقف انتخابية ليست مواقف حقيقية، بمعنى أن الموقف الأمريكي المائع منذ بداية الأحداث هو من أدى إلى
استمرار هذه الحرب وهذا العدوان وهذه المجازر. الموقف الأمريكي هو ذو ازدواجية، من ناحية يعلن أنه مع الجانب الإنساني وإدخال المساعدات وقام رصيف بحري وفشل هذا الرصيف، ومع فكرة التوصل الاتفاق، وقدم الرئيس بايدن ما يسمى خطة بايدن التي قال في البداية أنها خطة إسرائيلية، ثم طرحها أكثر من مرة منذ أكثر من شهرين. ومع ذلك على أرض الواقع أمريكا تقدم السلاح والدعم العسكري والدعم الاقتصادي لإسرائيل وتحميها في مجلس الأمن الدولي، وتقف ضد حتى القانون الدولي والمحاكم الدولية التي تريد أن تحاكم إسرائيل. على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية، المجرد أن المدعي العام طالب بمذكرة اعتقال أو سيطالب المحكمة، قام الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. عندما فرضت أو طلبت محكمة العدل الدولية بإسرائيل بتوخي يعني الإجراءات أو تجنب قتل المدنيين، قامت بقطع التمويل على الأونروا وتسييس الإنسانية ومعاقبة الأونروا. بمعنى آخر الموقف الأمريكي هو ظاهريا محاولة لاستيعاب الضغوط، محاولة لتجميل الصورة، يتحدث فقط في البعد الإنساني، تقليل أعداد المدنيين. هو لا يطالب بوقف قتل المدنيين، ولكن فقط يطالب بتقليل أعداد المدنيين. هو يضع خطوط الحمراء ثم يتغاضى ويقدم التبرير الإسرائيلي. يعني عندما يهرب الرئيس بايدن أكثر من مرة ويقول أن ما تكون به إسرائيل ليس حرب إبادة، ماذا يعني هذا؟ يعني بيشجع ويعطي الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للمضي قدما في هذا الاحتلال. هل يعقل أن في حرب مثل هذا لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية؟ يعني 2.4 مليون يواجهون أسوأ ظروف إنسانية في مساحة 365 كيلومتر مربع. عدد الضحايا يقترب من 40,000. 40,000 هم هذا المعلن، هناك عشرات الآلاف تحت الأنقاض لم يتم حصرهم، بخلاف آلاف المصابين، بخلاف أكثر من 100,000 و 120 أو 130,000 مصاب، بخلاف أن هناك من الاثنين متوقع من السكان إما مريض بالموت، الفشل الكلوي، أمراض الأمراض المزمنة، أمراض التلوث، يعني هناك الماء، غياب الماء النظيف. يعني الشعب الآن الفلسطيني كله ضحية لهذا العدوان، طبعا إضافة لتدمير أكثر من 90% من بواني قطاع غزة. ومقومات الحياة بشكل عام. ومع ذلك المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي تحدث فقط محاولة تجميل الصورة عن البعد الإنساني، يعني تقليل الأعداد. في الأخبار أيضا كما تتابع حضرتك، حوالي 75 منظمة أمريكية تطالب الإدارة الحالية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل. معنى كلام حضرتك أن الولايات المتحدة لن تستجيب لهذا المطلب، أو ربما تستجيب ولو بشكل مؤقت من أجل يعني الاستجابة للمطالب والأمور الانتخابية التي تفضلت بالحديث عنها؟ أولا هناك تجربة فيما يتعلق بإمكانية تعليق أمريكا لحظر الإسلحة على إسرائيل. مجرد فقط أن الرئيس بايدن هدد بتعليق شحن الذخائر، هي القنابل التي تزن 1000 كيلوغرام، القنابل العنقودية، قامت الدنيا وانقلبت في واشنطن، وقام الكونجرس الأمريكي والجمهوريين بإصدار تشريع من الكونجرس ومجلس النواب بإلزام الرئيس بايدن على استئناف هذه المساعدات العسكرية. وبالتالي كانت رسالة واضحة بأن الإدارة الأمريكية مغلولة اليد وهي كالبطة العرجاء في مواجهة إسرائيل، ولا يمكن أن توقف هذا الدعم العسكري حقيقة. بل بالعكس، بعدها أقر الكونجرس الأمريكي مساعدات عسكرية ب 26 مليار دولار لإسرائيل. ماذا يعني هذا؟ يعني حقيقة أن الموقف الأمريكي حقيقة المتغير والمتقلب والمتناقض ما بين الأقوال وما بين الأفعال على أرض الواقع بيعكس أولا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يختلفون في كل شيء، ويصل الاختلاف إلى حد الاتهام وإلى حد التناقض والمباراة الصفرية والتنابز، لكنهم يتفقوا على شيء واحد هو أمن إسرائيل ودعم إسرائيل. فقط الاختلاف في الآلية. يعني إدارة بايدن بتعتقد أن حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو وسموتريتش هي بتضر بإسرائيل بسمعتها دوليا، بتأخذها الهوية، لكنها هي مع أمن إسرائيل وإسرائيل كدولة وأمن إسرائيل كدولة. الجمهوريين بالطبع يزيدون ويستغلون هذا الموقف في دعم ودعم الانتخاب. ولذلك أنا في اعتقادي أن إدارة بايدن الآن أصبحت، يعني رغم أن الطبيعي أنها أصبحت في حل بايدن ذاته، في حل من قود الانتخابات، لأنه لن يرشح نفسه لفترة ثانية، وبالتالي لم يعد يحتاج لأصوات سواء اللوبي اليهود وغيره، وهذا طبيعي بيفترض أنه يكون بإجراءات أكثر حاسمة تجاه إسرائيل، لكن العكس هو الذي سيحدث. بمعنى أن لكي يدعم مرشحته كمالا هاريس في الانتخابات، وهي طبعا هناك فترة ضيقة وهي مرشحة الضرورة وجاءت في وقت ضيق وتواجه منافس قوي مثل ترامب، سيضطر إلى أن يزايد أيضا على الجمهوريين فيما يتعلق بإعلان الدعم لإسرائيل وأمن إسرائيل، ولن يفرض شيئا على إسرائيل. وهنا الخطورة أن كل منهما يعلي من منسوب الدعم والمزايدة في دعم إسرائيل. ولذلك الديمقراطيون
خشية من أن يستغل موقفهم بأنه غير داعم بشكل الكافي لإسرائيل، وبالتالي يستغلها الجمهوريين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، سيضطرون إلى مزيد من التشدد. رغم أن إدارة بايدن تحاول على الأقل أن توازن ما بين إرضاء التيار الرافض لدعم أمريكا لإسرائيل، تيار اليسار والشباب وفي الحزب الديمقراطي والعرب والأقليات، إلا أنها لا تستطيع أن تجازف وأن تخسر اللوبي اليهودي في معركة مهمة. حتى فقط عندما قالت هاريس أنها يعني لا يمكن يعني التغاضي عن قتل الأطفال أو يعني أن تموت المشاعر ولابد من وقف الحرب، قامت الدنيا والجمهوريين والرئيس ترامب المرشح الجمهوري الرئيس السابق قال هذه التصريحات غير محترمة غير لطيفة. وطبعا انتفض، يحاول طبعا أن يستفيد من تصريحاتها، يعني هي مزادة انتخابية، وانتفض طبعا سموتريتش وبن غفير وقالوا أنها لا تدعم إسرائيل. بمعنى آخر الآن هناك محاولة للأسف ل يعني تسييس أو يعني ترويض الموقف الأمريكي وحشده في اتجاه دعم إسرائيل. إسرائيل الآن ونتنياهو حقيقة هو يمارس ما نسميه دائما الابتزاز السياسي، ويبتز الإدارة الأمريكية ويبتزها لكي يقوم بأن يحصل أكبر قدر من الدعم العسكري والاقتصادي من إسرائيل ومن المكاسب. ولذلك لا نتوقع حقيقة أستاذ أحمد أن يكون هناك تغير في الموقف الأمريكي أو تغير باتجاه أن يكون هناك أكثر حزما أو أكثر يعني ضغطا على الجانب الإسرائيلي. نتنياهو في خطابه في الكونجرس الأمريكي وضع شروطه حتى استباقية، قال أن إنهاء الحرب لن يحدث إلا باستسلام حماس وبتسليم الأسلحة والرهائن، وبالتالي هو يقود أي فرصة لإمكانية توصل اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. فيما يتعلق باليوم التالي قال أن إسرائيل ستستمر في المدى المنظور وفرض إدارة أمنية وإقامة إدارة فلسطينية، لم يحدد حتى يعني اعترض على السلطة الفلسطينية أو غيرها، منزوعة السلاح منزوعة التشدد، هذه أمور ويريد إدارة صديقة لإسرائيل صديقة. وبالتالي الرجل وضع تصور استباق، فكيف يمكن الحديث عن اليوم التالي وخطة بايدن وغيرها من الأمور. معنى كلام حضرتك أنه يعني يمثل حكم استباقي على نتيجة الانتخابات، معنى هذا أن الديمقراطيين يمكن القول أنهم خسروا الانتخابات من الآن؟ يعني لا يمكن بقول بهذا. الديمقراطيين ايضا هم يخاطبون ايضا فئات عريضه، يعني تاثير اللوبي اليهودي اكثر في الكونجرس الامريكي في الانتخابات بسبب المال السياسي وتمويل الحملات، وبالتالي قد يستغل يعني مقاطعه 90 نائب من الديمقراطيين لخطاب نتنياهو قد يؤدي لدفع الثمن او قد يكون له تكلفه في الانتخابات على الكونجرس الامريكي. لكن فيما يتعلق بانتخاب الرئيس اللوبي اليهودي اقل تاثير لانه على المستوى القومي. انا في اعتقادي هناك الان يعني استطلاعات الراي الاخيره تظهر تقدم كمال هاريس 44% مقابل 42% لترامب، بمعنى أن المعركة أصبحت فيها ندية، لم تعد سهلة كما كان في صيغة ترامب بايدن. الآن صيغة ترامب كمال هاريس الأمور هناك متغيرات كثير، هناك عامل خاص بأبعاد متعلقة بالأداء الاقتصادي، لأن الاقتصاد أيضا هو الذي سيحكم البعد الإسرائيلي ودعم إسرائيل وموقف من غزة، ربما أحد الأبعاد لأنها مرتبطة أيضا بقضية أوكرانيا والحرب من أوكرانيا، وتقييم إدارة الرئيس بايدن أنها يعني إدارة الحرب بصورة خاطئة وأدت هذه الحرب إلى تداعيات سلبية اقتصادية على المواطن الأمريكي. وتتحمل كمال هاريس جزء من هذه الإخفاق بسبب أنها كونها كنائبة للرئيس. فيما يتعلق بحرب غزة كمال هاريس تحاول أن تتوقف موقف متوازن، لكن هذا الموقف المتوازن قد يدفعها إلى خسارة الاثنين، يعني هي تحاول أن ترد اليسار والأقليات وتحاول ألا تغضب اللوبي اليهودي، فقد تخسر دعم اللوبي اليهودي وتخسر دعم أيضا اليسار لأنها لم تتخذ خطوات لوقف الحرب بالفعل، وقف هذا العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وبالتالي الانتخابات هناك عوامل كثيرة فيها نوع من الإثارة، في نوع من الدية بعد تغير المرشح بايدن وحل محله هاريس، لكن على الأقل الآن الكل يستخدم الورقة الإسرائيلية لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال للأسف إظهار المزيد من الدعم لإسرائيل. وبالإضافة لكلام حضرتك، الديمقراطيون أعادوا إلى الواجهة مرة أخرى حل الدولتين، بينما يرفضه الجمهوريون تماما بمرشحهم دونالد ترامب. هنا ما الذي يمكن أن ينتظره الجانب الفلسطيني من أي تغيير محتمل في الإدارة الأمريكية، وكيف يمكن تصور كيفية تعامل الجانب الفلسطيني ومعه الجانب العربي بشكل عام مع الإدارة الجمهورية في حالة فوزها في الانتخابات؟ أولا يعني
يعني ليس هناك خلاف جذري او جوهري ما بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بامن اسرائيل ودعم اسرائيل. حتى عندما يرفع الديمقراطيون حل الدولتين، ما الرئيس بايدن في بدايه حكمه في اول تصريح له واول خطاب قال انه مع حل الدولتين ومن حق الفلسطينيين العيش في كرامه وحريه ومساواه. بعد 3 عام ونصف الرجل بعد 6 اشهر اتذكر كان في احدى التجمعات وقال ان هذا حل صعب ربما يتركه الاجيال القادمه. لم يتخذ خطوه واحده في اتجاه حل الدولتين. لماذا؟ لان امريكا هي تتكلم فقط مجرد حل الدولتين. لكن عندما نتكلم ما المقصود بحل الدولتين؟ هل هو حل الدولتين وفقا لمنظور العربي والشرعية الدولية، دولة فلسطينية الحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتضم الضفة وغزة والقدس الشرقية، أم هو السلام على الطريقة الإسرائيلية أو حل الدولتين على الطريقة الإسرائيلية؟ إسرائيل كل ما تريده فقط مجرد دولة عبارة عن كانتونات منزوعة السلاح في الضفة وغزة وتستبعد القدس باعتبار أنها عاصمة أبدية. حتى هذا التصور إسرائيل بدأت ترفضه. الآن هي تدمرت غزة وتنتقل إلى الضفة ثم تقوم بتقطيع أوصال الضفة من خلال الاستيطان. هناك مشروع لسموتريتش وبن غفير ونتنياهو لتقويض أي أسس للدولة الفلسطينية. وبالتالي عندما تتكلم أمريكا أو واشنطن عن حل الدولتين هو فقط مجرد حل نظري، كلام فقط لمزيد من إضاعة الوقت والاستهلاك. حل الدولتين تروح له أول مرة في 2003 في عهد الرئيس جورج بوش الابن فيما يسمى خريطة الطريق، ومع ذلك بعد أكثر من 21 عاما لم يتم خطوة واحدة. لماذا؟ لأن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرائع الدولية، لأن الموقف الأمريكي يتبنى السلام على الطريقة الإسرائيلية، هو لا يريد ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل. الجانب الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل إن أراد، إذا ظفرت الإرادة، هو الجانب الأمريكي. أمريكا حتى الآن طبعا الاعتبارات بأمن إسرائيل وعلاقاتها مع إسرائيل الخصوصية والاعتبارات الانتخابات والمنافسة بين الحزبين لم تكن بدورها حتى كراعي في عملية السلام أو تضغط على الجانب الإسرائيلي. وأصبحت المفاوضات منذ ذلك الوقت هي محاولة لاستهلاك لإضاعة الوقت، بينما إسرائيل تقوم بسياسة الأمر الواقع، فرض التهويد، تغيير ديموغرافي، الاعتداء والعدوان على الشعب الفلسطيني. طيب، من واقع كلام حضرتك، ما الذي يمكن أن نتوقعه من جولة المفاوضات الجديدة المزمعة غدا في روما برعاية أمريكية وبحضور الوسطاء طبعا مصر وقطر؟ آخر الأخبار أن إسرائيل ما زالت مصرة على التمسك بالسيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا. كيف يمكن التعامل مع هذه القضايا المعقدة التي تمثل بالفعل تهديد للاستقرار الإقليمي؟ أولا، في العلوم السياسية يقول نفس المدخلات تقود نفس المخرجات. يعني لا نتوقع تغير جذري أو الوصول إلى يعني حلول أو اتفاق طالما لم تتغير مدخلات، خاصة بالجانب الإسرائيلي والأمريكي. الجانب الإسرائيلي حكومة نتنياهو ليس لديها رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، هي تعتمد على المراوغة ومحاولة استهلاك الوقت ومحاولة الظهور بأنها تجاري بأنها مع المفاوضات لاستيعاب ضغوط أهل الأسرى الإسرائيليين، ثم تتضع الشروط والتعنت. كلما اقتربنا من حل القضايا العالقة كلما وضعت شروط جديدة لتدفع إلى إفشال المفاوضات، ثم تقول أن حماس والفصائل هم المسؤولين وتركوا الكرة، بينما حكومة الحرب الإسرائيلية لا يريد تقديم تنازلات. فيما يتعلق بجهود الوسطاء خاصة الجانب المصري، مصر رغم كل هذه التحديات لم تيأس ولم تتوقف جهودها لحظة واحدة. لماذا؟ أولا، لو فقه أو الوجه الدولة المصرية هو وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة، وبالتالي مصر مع كل الجهود كل الأدوات سواء اجتماع في روما أو في جنيف أو في أي مكان من أجل التوصل إلى وقف هذا نزيف الدم اليوم الفلسطيني. ومع ذلك لا تقوم الأطراف بمسؤولياتها سواء الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. أمريكا تمارس الوساطة وهي تجلس في المقعد الإسرائيلي، وبالتالي تتبنى رؤية إسرائيل ودائما تتكلم عن المطالبة بالضغط على حماس وأنها لا تعيق، بينما العائق الحقيقي لهذه المفاوضات هو تعنت نتنياهو وآخر شروطه هي عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا أو معبر رفح، وهذا طبعا ما ترفضه مصر والجانب الفلسطيني لأن هذا يكرس لشرعية الاحتلال، ومصر لا تعترف بشرعية الأمر الواقع، ولذلك كان الموقف المصري واضح وحاسم. الأمر الثاني أن إدارة معبر رفح هو إدارة فلسطينية ومعبر مصري فلسطيني، وأن إدارة غزة ينبغي أن تكون إدارة فلسطينية، وأن مستقبل غزة ينبغي أن يكون ضمن ما يسمى الحل السياسي الشامل، هو في إطار دولة فلسطينية وليس إدارة أمنية واحتلال إسرائيلي. وبالتالي من الناحية الأخرى الموقف الأمريكي ما زال مائعا، هو لا يمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لدفعه نحو المفاوضات أو التوصل للاتفاق. ولذلك
علينا دائما ان نتعامل بحذر. يعني هناك جهود وهناك مؤشرات وهناك مصر تقود جهود ليل نهار حقيقه من اجل يعني دائما دعم الفلسطينيين ووقف هذا العدوان بكل السبل بكل الطرق حقيقه وادخال المساعدات الانسانيه، لكن تظل هناك عقبه حقيقيه وهي عدم وجود رغبه حقيقيه للتفاوض او للتنازلات من قبل حكومه نتنياهو ومجموعه المتطرفين. معنى ذلك ان اسرائيل ايضا ستظل تراوغ حتى في جوله روما او بعدها، وستستمر الحرب ولن تتوقف. حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو تريد صفقة مجانية، تريد صفقة على هواها، تريد فقط مجرد مرحلة مؤقتة. يعني ربما المرحلة الأولى في خطة بايدن الثلاث مراحل 6 أسابيع توقف القتال وتحصل على الأسرة أو جزء كبير من الأسرة ثم تستأنف الحرب مرة أخرى. وتتصور أنها ستستطيع القضاء على حماس بنسبة 100%. هي لم تعلم الدرس، يعني منذ 10 أشهر لم تستطع تحقيق أي أهداف. اليوم آخر الأخبار الواردة من إسرائيل أنها تقول، بعض المسؤولين يقولون أن أنفاق حماس مثل خيوط العنكبوت ومتشابكة ولا نهاية لها، إذا معنى هذا أنها لن تستطيع القضاء على كوادر الحركة. حتى لو يعني حققت بعض الأهداف، التاريخ يقول أن الاحتلال أبدا لا يمكن أن ينتصر. طالما هناك احتلال طالما هناك مقاومة، حتى إذا اختفت حماس ستظهر مقاومة فلسطينية بشكل أو بآخر، لأن هذا احتلال. الحل الوحيد هو نهاية الاحتلال، لكن فكرة القضاء على أي مقاومة أو الصمود الفلسطيني لا يمكن. إسرائيل منذ أكثر من 75 عاما وهي يعني تقتل وتعتدي وتهجر وتصادر وكل أشكال العنف تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني أيضا، في ظل حكومة الحرب الحالية نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، هؤلاء أيضا يستمرون في الحرب لمصالح شخصية للحفاظ على الائتلاف الحاكم. هؤلاء يفتحون المنطقة على أبواب الجحيم ويقودون المنطقة إلى الهوية. أنا في اعتقادي حتى منذ تولي هذه الحكومة في نوفمبر 22 والمنطقة تتجه لمزيد من التصعيد. الأول كانوا يتعدون المسجد الأقصى والمصلين، ثم بعد ذلك يقومون بالتهويد وبمصادرة الأراضي الفلسطينية ونشر المستيطان. الآن يريدون إشعال جبهات في اليمن، في حزب الله في اليمن، في لبنان مع حزب الله، في مناطق أخرى. هم يريدون إشعال الشرق الأوسط. هذا لديهم مخطط ومشروع، أولا تصفية القضية الفلسطينية، تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، ويعني تقطيع أوصال الضفة الغربية واستبعاد القدس وتهويدها وتدمير قطاع غزة. والمخطط بدا واضحا ومعروفا، إشعال المنطقة مع لبنان وحزب الله، هذا ائتلاف. ولذلك هناك الآن قناعة كبيرة لدى قطاع كبير من الجانب الإسرائيليين، وحتى نراه في الصحف الإسرائيلية، بأن نتنياهو العقبة الحقيقية أمام المفاوضات. عندما خطب نتنياهو الكونجرس الأمريكي كان رد فعل يائير لبيد زعيم المعارضة قال أنه خطاب العار، لأنه لم يتطرق إلى قضية الأسرى. وبالتالي هناك قناعة بأن إسرائيل ونتنياهو يقود أو يستمر في الحرب لأغراض ومصالح شخصية. نعم. ينضم إلينا أيضا على الهواء مباشرة لمزيد من الحوار الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا وسهلا، أتشرف بكم وبجمهوركم. أهلا وسهلا. كيف ترى إمكانية قيام الولايات المتحدة بضغوط من نوع آخر، ضغوط جديدة على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار؟ يعني نائبة الرئيس الأمريكية أكدت أثناء لقائها مع نتنياهو أنها ترفض استمرار هذه المعاناة، وآن الأوان لوقف إطلاق نار حقيقي. إذا معنى هذا أن هناك ربما رؤية جديدة، وإن كانت طبعا يعني هذه التصريحات متكررة من المسؤولين الأمريكيين، ما الذي يمكن أن تقدمه كامالا هاريس في حالة فوزها بالانتخابات من أجل وقف إطلاق النار، وإن كان هذا الهدف طبعا هو مطلوب من الآن وحتى شهر نوفمبر موعد الانتخابات؟ سيدي، أعتقد بأن من المفيد أن نبدأ بالحديث عن بايدن. بايدن يشعر بأن نتنياهو قد وجه له طعنة في الظهر، وبعد أن دعم بايدن بشكل قاطع موقف إسرائيل بعد 7 أكتوبر، فإن هذه العنجهية الإسرائيلية التي أبداها نتنياهو وتعارضه الكبير مع كل ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يتعلق بحل الأزمة بوقف إطلاق النار أو بالوضع فيما بعد وقف إطلاق النار، كل ذلك في اعتقادي يشعر به بايدن الآن، ويشعر أن الخطوات التي يمكن أن نتخذها لن تؤثر على النتائج الانتخابية، لأن الآن هو لم يعد المرشح، وبالتالي لدينا يعني نمر مجروح
يعتقد لديه الفرصة الآن أن ينتقم من نتنياهو. لن يكون الانتقام بشكل درامي، لا يوجد نقاش في الولايات المتحدة الأمريكية حول ضرورة بقاء دولة إسرائيل والدفاع عنها، وإنما هذه العنجهية والعربدة الإسرائيلية التي ارتكبت في غزة والتي أثبت فيها نتنياهو أنه غير قادر على أن حتى أن يحمي بلاده وأن يحمي وأن ينتج استراتيجية تؤدي إلى أي مستوى من الانتصار، كل ذلك يجعل وضع إسرائيل الآن في وضع سيء. أما فيما يتعلق بكمالا هاريس، فاعتقادي أنها يعني في حال نجاحها ستكون تحررت من الضغوط المؤقتة. من المعروف أن هناك ضغوط ناجمة عن أن الجيل القديم من الأمريكيين وخاصة البيض وخاصة أولئك الذين يطبعون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، الكثير منهم جاءوا على أكتاف عمليات تمويل هائلة تقوم بها عدد من المنظمات المناصرة لإسرائيل، بالرغم من أن العديد من المنظمات اليهودية الآن انقسمت عنها وتعارضها. وبالتالي بعد نجاحها سيكون هناك تحرر من تلك الالتزامات، وفي اعتقادي سنرى جهود جديدة أمريكية في هذا الاتجاه. المهم أن بايدن أن نتنياهو في زيارته لواشنطن كان يرغب أن يأخذ بطاقة بيضاء لحملة أخرى في غزة يستكمل فيها ما يعتقد أنه يمكن أن يجلب له النصر بعملية أوسع. نعم. الحقيقة أن ذلك لم يكن ممكنا، لم يسمعه حتى من ترامب. وبالمقابل أيضا كان يريد أن يحاول أن يصعد الهجوم على إيران، بحيث يمكن في لحظة معينة أنه في حال جرى اشتباك على الحدود الشمالية لإسرائيل وتوسعت الأمور نحو إيران، يمكن الولايات المتحدة أن تتدخل. ما كان واضحا هو أن الولايات المتحدة لن تسمح بجر قدمها إلى المنطقة. نتابع مع حضرتك أيضا رأي ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد. سيد أحمد، دكتور، كيف يمكن أن تتبلور هذه الضغوط الأمريكية وتصريحات كامالا هاريس من خلال جولة روما غدا؟ بالطبع نتنياهو طبعا أصيب بصدمة من تصريحات كامالا هاريس، وكان يدخل بنشوة تصفيق في الكونجرس الأمريكي دعم بايدن، لكن وجد أن كامالا هاريس بالطبع يعني رسالة ربما مضادة لما حاول أن يعطيه من رسائل، سواء للداخل الإسرائيلي بأنه حقق انتصارا كبيرا ورمم العلاقات بين إسرائيل وبين أمريكا أو بين إدارته، أو أنه الرجل الأقوى في إسرائيل وأن المراهنة على غيره جادس أو أوف جالنت غير مجدية الجانب الأمريكي. لكن كامالا هاريس أيضا كشفت أيضا البعد الإنساني عندما كان يقول أكاذيب أن لم يقتل مدني واحد في رفح على سبيل المثال، وقالت كانت رد ضمني بأنه لا يمكن السكوت عن معاناة الأطفال وهذا القتل والمشاعر وغيرها، وبالتالي وجدت ضربة. لكن أنا في اعتقادي أن الجانب الأمريكي يظل للأسف بلا أنياب، بمعنى هو يريد اتفاق، هناك مصلحة أمريكية خاصة من الحزب الديمقراطي بايدن للوصول للاتفاق على الأقل لكسب رضاء اليسار والشباب والعرب والأقليات بوقف الحرب، أو على الأقل بعودة الأسرى على الأقل الأمريكيين. لكن أمريكا لا تستطيع، يدها مغلولة فيما يتعلق بممارسة ضغوط حقيقية، ولذلك اجتماع روما سيكون ربما أقرب إلى ما شاهدناه في الفترات الماضية. هناك جهود كلما اقتربنا من التوصل إلى القضية العالقة فيما يتعلق بعودة النازحين، أو فيما يتعلق بإدخال المساعدات، أو فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى وغيرهم، أو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والدخول المرحلة الثانية، كلما اقتربنا. وحماس قدمت تنازل عندما قالت أنها يعني لا تشترط وقف دائم إطلاق النار مسبقا، قامت نتنياهو بفرض شروط جديدة وهو ضمان عودة الاستمرار الحرب والعودة مرة أخرى والحفاظ على محور فيلادلفيا، وبالتالي كلها بتعكس أن هناك عدم رغبة أمريكية فيما يتعلق بالضغط الحقيقي لإنجاز اتفاق سواء في روما أو في غيره. طيب دكتور سمير، على هذا النحو سيظل الجانب الفلسطيني يعني ضحية لهذه الحالة؟ يعني الإدارة الأمريكية يقال دائما إنها لو أرادت أن توقف الحرب لأوقفتها، والجانب الإسرائيلي يظل ماضيا على هذا النحو من العدوان على المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال،
ويظل أيضا مراوغا في مسألة المفاوضات، هل سيستمر على الأمر على هذا النحو؟ وهل على الجانب الفلسطيني أن يظل دائما ضحية للحرب ويدفع الثمن وحده؟ سيدي، أعتقد يعني استنتاجك صحيح في الحقيقة، بأن الولايات المتحدة الآن لن تفعل عمليا أكثر مما بكثير مما فعلت، ربما تضغط أكثر بأن تترك المجال مثلا في الأمم المتحدة لقرار ملزم في مجلس الأمن، وهذا قد يحصل في حال محاولة نتنياهو أن يقوم بحملة جديدة لكي يرمم. عمليا هناك فشل عسكري ذريع في 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 غزة مهما قال نتنياهو ومهما قتل، لأن يعني القتل لا يعني تبديل وقائع على الأرض ولا يعني أنه، لذلك أعتقد بأن في لحظة معينة يمكن أن نتصور بدون تكاليف سياسية كبيرة أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن ترفع غطاءها عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وبهذا الوقت سيكون الوضع أسوأ بكثير من الآن. ولكن في كل الأحوال ينبغي أن ندرك، أنا في رأيي نتنياهو يعني هذه المباحثات في روما هي مضيعة للوقت، ليس هناك أفق يمكن أن نجبر فيه نتنياهو. طيب، على هل يمكن لك أن تضعنا في تصور مستقبلي إذا خسرت هاريس وفاز ترامب، ماذا سيكون الموقف؟ سيكون الموقف هو ربما إطلاق يد نتنياهو لمزيد من القتل، لكن المعادلة الاستراتيجية الإسرائيلية لا يمكن أن تستقيم ما لم يعني يتم تصفية أزرع إيران في الإقليم، ويتم تصفية كل أشكال الميليشيات المعادية لإسرائيل في الإقليم، وهذا لن يتم بدون أولا نتنياهو لا يريد التعاون مع الدول العربية في شيء فيما يتعلق بعملية إحلال سلام وبحل الدولتين، وبذلك فهو ذاهب إلى حرب أوسع. وفي كل الأحوال السؤال الرئيسي، هل يمكن لترامب أن يذهب في حرب واسعة؟ في اعتقادي أبدا. ترامب عمليا رجل ميركانتيلي، رجل يعني يؤمن بالصفقات، وحسب ما فهمنا وهو رجل أعمال طبعا بالضبط، وهو لا يميل لأن يدخل في حرب كبيرة مشابهة لا يعرف نهايتها، يعني لا أحد يدخل حرب وهو يستطيع أن يقدر نهايتها، وبالتالي في اعتقادي أيضا ستحل بعض المشاكل بالنسبة لنتنياهو بأن يعطى بطاقة بيضاء لقتل المزيد من الفلسطينيين، ولكن في النتيجة ماذا سيحل ذلك من الوضع الاستراتيجي ما لم تحل القضية الرئيسية؟ يعني أن بدون سلام فإن إسرائيل فريسة لأزرع إيران. شكرا جزيلا لك دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط للبحوث من واشنطن. ونهاية شكرا أيضا لحضرتك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. شكرا جزيلا لوجودك معنا. ومشاهدينا نشكركم لمتابعة هذه التغطية، إلى اللقاء.